تحياتنا متابعينا، اهلا وسهلا بكم. معنا على الهاتف عطوفة السيد حسام ابو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. حسام بيك، اسعد الله صباحك، تحياتنا. صباح الخير استاذ. الله يعطيكم الف عافية. يا مرحبا. هل نشهد صحوة في جملة من الاجراءات، يعني نعتبر بانها اصلاحية؟ عديد من الناس يقول بانه الان نستطيع أن نقول بأن هنالك ضبط للميزان، منع التهرب الضريبي، جدد الأمل بالنفوس بأنه يا عمي القانون والدولة ليس هنالك ما هو عتي عليها فيما يخص أموال الخزينة. نشر على بيترا فيما يتعلق ببعض الإجراءات. امبارح الأستاذ سلامة الدرعاوي معنا يقول بأنه ضريبة الدخل والمبيعات في إعادة تشكيل حتى فيما يتعلق بالإدارات الشخوص. الأستاذ عصام ضيفي العزيز اليوم برضو عم بحكي بما تم الإشارة إليه عبر موقع بيترا وكالة الأنباء الأردنية بجملة من الإجراءات والضبوطات اللي تمت على أسماء قد تعد عند البعض كبيرة. حدثنا عن واقع هذا الأمر، وخصوصا أنه لفت نظري حبيبنا وأخونا أبو جلال بأنه يعني إحنا لغاية هذه اللحظة إعلاميا في هنالك يعني جذب وشد في الحديث عن هذا الموضوع، فبنتمنى من حضرتك توضح لنا. تفضل يا سيدي. شكرا أستاذ ياسر ويعطيك العافية. الواقع زي ما تحدثت فعلا، يعني الآن جاء دور الجوانب التنفيذية في الإصلاح الضريبي. كنا نقول أنه لابد من المرحلة الأولى وضع الإطار التشريعي والقانوني والقواعد اللي بتمكن الإدارة الضريبية من القيام بمكافحة التهرب الضريبي. وأيضا المرحلة الثانية كانت مرحلة إدارية بإعادة النظر وهيكلة الدائرة ضريبة الدخل. بعد جزء الإخوان ما بيعرفوا أنه من بداية هذا العام دائرة ضريبة الدخل عدلنا النظام التنظيمي للدائرة بإحداث المديريات، خمس مديريات جديدة، وفعلنا مديريات أخرى حتى يكون الهيكل التنظيمي للدائرة يمكنها من ما يلي. إحنا بنشتغل على محورين رئيسيين حتى نكون يعني متوازنين. في عنا محور يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والالتزام الضريبي، يعني معنيين جداً إنه هذا المحور التهرب والتجنب وعدم الالتزام الضريبي إنه يكون في جهد كبير. وفي محور آخر، محور تحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين ضريبيا. بالتوازي بنشتغل مع المكلف الملتزم اللي صلوا مثلا 5-6 سنوات أو أكثر ملتزم بتقديم إقراراته ودفع ضريبته بتواريخها وبقدم كل الوثائق والبيانات المالية مدققة وصوليا، معنيين من خلال استحداث قائمة اسمها القائمة الذهبية لعضوية ضريبة الدخل والمبيعات، أن مثل ما هو بسارع وبيدفع ضريبته وملتزم، أن تكون الدائرة أيضا تقدم له الخدمات بسرعة. بجوز يعني كثير مهم نحكي أنه تحسين الخدمات للمكلفين الملتزمين جدا مهم، لا يقل أهمية عن مكافحة التهرب الضريبي، لأنه إحنا أيضا في الوقت اللي بننظر فيه إلى معالجة المخالفات الضريبية، أيضا بننظر إنه المكلف اللي ملتزم يكون في سرعة في معاملته فيما يتعلق سواء في حصوله على براءة الذمة، حصوله على ردياته زي ما بدفع ضريبته بسرعة. يجب الدائرة لما يكون له رديات دافعها أكثر من ضريبة المستحقة عليه، أن تكون الدائرة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسرع في عملية الرديات له، تسرع في كافة خدماته الضريبية. موضوع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وعدم الالتزام الضريبي، الواقع بعد أن تم وضع الإطار التشريعي وإعادة هيكلة الدائرة وأيضا تأهيل كوادر دائرة، احنا الآن عندنا معهد ضريبي على الممارسات الدولية في التدقيق ومحاربة التهرب الضريبي والحصول على المعلومات اللازمة،
جاءت الخطة هذا العام. الواقع هي خطة تعتمد على معايير دولية، مبدأ إدارة المخاطر. يعني المكافحة التهرب الضريبي كانت سابقا تعتمد على توفر معلومة أو وشاية من أي شخص تتحرك الكوادر، الآن أصبحت تعتمد على خطة وفق مبدأ إدارة المخاطر. جميل جدا سيدي. موضوعين، بعض الأصوات تخرج علينا هنا أو هناك بكتابة أو عبر السوشيال ميديا بيقول لك بأنه هذه الإجراءات تحت مسمى مكافحة التهرب الضريبي ستؤثر على استثمارات، كيف نرد إحنا كضريبة دخل ومبيعات على هذه النظرية؟ الناحية الثانية وهو حقيقة ما فتح هذا الموضوع ودعانا للاتصال بحضرتك للإحاطة والشمول، موضوع الفوترة الإلكترونية، أين وصلنا به؟ هل نستطيع أن نعتمد بأنه بلغنا مرحلة تمكننا من اعتماد هذه الفواتير إلكترونيا كمصدر لمنع حقيقي للتهرب الضريبي؟ هو أعطاك هذه الدفعة فأدى الأمر إلى إطار تنظيمي بخمس مديريات جديدة، منح صلاحيات لمديريات مكافحة التهرب. تفضل يا سيدي فيما يخص موضوع انعكاسه على الاستثمارات والفوترة. يعني الفهم العلمي والدقيق على العكس من ذلك أستاذ ياسر. الواقع مكافحة التهرب الضريبي والاختلالات الضريبية هي تكون في صالح تشجيع الاستثمار، لأنه الاستثمار يحتاج إلى بيئة نظيفة، الاستثمار يحتاج إلى بيئة لا يوجد فيها لا تهرب ضريبي ولا فساد ضريبي ولا أي أمور أخرى. صحيح. خلينا نوضح أكثر كمان، إحنا التهرب الضريبي لا تنحصر فقط أثاره إنه في حقوق الخزينة بتجيبها، الواقع أثره على السوق وعلى الاستثمارات. الآن وجود تهرب ضريبي بخل بأسس المنافسة، يعني إذا بيكون في أن شركتين تنتج نفس السلعة. صحيح. الآن إذا في متهرب ضريبي يستخدم التهرب الضريبي في المنافسة إلى الملتمس بتقديم سلعة أقل سعرا وبالتالي ضرب المنافس، وبالتالي بنكون هنا إحنا ظلمنا المستثمر والتاجر الملتزم ضريبي. وبالتالي القواعد العامة في الاستثمار تحتاج إلى بيئة نظيفة واستقرار تشريعي. صحيح. المستثمر بهمه في استقرار في التشريعات، وبهمه ما يكون في البيئة في تهرب ضريبي ومخالفات ضريبية وتشريعات ضريبية غير واضحة. أنا بأكد لك أن كل الإجراءات اللي بتتم في مكافحة التهرب الضريبي تصب في مصلحة الاستثمار وتشجيع الاستثمار، لأنه بيخلق بيئة مناسبة للاستثمار. الفوترة أين وصلنا فيها يا سيدي؟ بموضوع الفوترة، الواقع احنا يعني بالأردن يعني لغاية 2018 ما كان عندنا تشريع بلزم بالفوترة. صحيح. تذكر في قانون ضريبة الدخل في التعديل وضعنا الإطار التشريعي بوجوب كل عملية بيع سلعة أو تقديم خدمة يجب أن تكون من خلال فواتير، ولأنه هذا المبدأ ما كان متوفر بالسوق لابد من التعاون والتنسيق مع كافة النقابات والجمعيات المهنية وكافة القطاعات الاقتصادية، صناعة وتجارة وكل الخدمات، تم التنسيق مع كل الخدمات وتم إصدار نظام والتعليمات. ومن حيث المبدأ النظام والتشريعات أوجبت على كل بيع كل سلعة وكل خدمة باستثناء الفئات اللي بسيطة واللي تم استثناءها في النظام بوجوب إصدار فاتورة، ولكن على المدى البعيد إحنا أيضا زي ما كنا بنحكي في عندنا نظام فاتورة، نظام فوترة وطني، والواقع وزارة المالية من خلال دائرة دخل المبيعات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادي قاموا بإعداد كل ما يلزم من شروط دعوة العطاء، والآن مطروح عطاء دولي لنظام الفوترة الوطني. بتقدر أي زميل يدخل على موقع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي من تقريبا بحدود شهر
تم طرح عطاء الفوترة الوطني، واللي إن شاء الله بنأمل قبل نهاية هذا العام يكون بلشنا بعملية التطبيق التدريجي للقطاعات بإدخالها على نظام الفوترة الوطني. يا سيدي أنا يعني أنا بدي أشكرك على هذا الإسهاب، ولكن لم ننتهي بعد أمرك، لأنه حقيقة المواطن وبجوز حتى أشقاء من دول أخرى يرقبون ما يحدث بالأردن وبالذات في هذا الشق، لما يصدر وينشر على موقع بترا وكالة الأنباء الأردنية بأن دائرة الدخل وضريبة المبيعات ضبطت مجموعة تشمل شركات صناعية إسكانات وخدمات تابعة لإحدى الشركات العائلية. الخبر اللي تم نشره وأشرت إليه عبر وكالة الأنباء الأردنية وأخذته المواقع يقول رسالتين، الرسالة الأولى الصرامة ويعني الإصرار على نظام الحسبة، نظام الحسبة بمعنى أنه أنا ما فيش عندي أي قبول أو أي مراحل لقبول أن يكون هنالك تهرب ضريبي بعد الآن، هذه ناحية. الناحية الثانية جرى ضبط أعمال وملفات، السؤال هل هذه أول مرة وهل ستكون الأخيرة؟ أرجاء توضح لنا للرأي العام بهذا الخصوص يا سيدي. شكرا جزيلا أخي ياسر. الواقع يعني أنا تحدثت وبجوز أكثر مرة وأكرر هنا ومعك توضيح الأكثر، أن مكافحة التهرب الضريبي أصبح يعتمد على خطة تعتمد على إدارة المخاطر. يعني ليس فقط مجرد إذا في شكوى من فلان يتحرك كوادر الدخل، لا، الآن في عنا الإطار التشريعي بعد تعديل قانون ضريبة الدخل مكن الدائرة من توفير البيانات والمعلومات اللازمة وعادة هيكلة المديريات في الدائرة ومعالجة البيانات والمعلومات والاطلاع على الممارسات العالمية في كيفية معالجة التهرب الضريبي، مكننا من وضع خطة. هذه الخطة إن شاء الله ستضمن متابعة كل تهرب ضريبي وتحصيل حقوق الخزينة، هذه حقوق للخزينة، وهي التهرب الضريبي خالق تشوه في السوق بين الملتزم ضريبي وغير الملتزم. احنا زي ما ذكرت دورنا ان نحسن الخدمات لكل مكلف ملتزم، وفي نفس الوقت اي مكلف غير ملتزم يجب ان يتم تطبيق القانون وحصر مخالفات وتحصيل حقوق الخزينة من الضرائب المستحقة على المكلفين. ففي عندنا خطة وبنشتغل ضمن خطة بتعتمد على معايير وممارسات دولية. الضبط اللي حدث أخيرا مش الأخير، بالتأكيد، يعني بالتأكيد احنا بنشتغل ضمن خطة وبعمل مؤسسي، مديرية مكافحة التهرب الضريبي مديرية تم تأهيل كوادرها ورفع كفاءاتها، وهون بدوري أوضح أنه كوادر التهرب الضريبي الآن أصبح الموظف حتى ما يصير شكاوي وخلاف بيننا حتى وبين الجهات، كل الموظفين مكافحة التهرب الضريبي في الميدان يكون كافة نشاطه مسجل صورة وصوت. بماذا تردون على أي ضغوطات أو وساطات بهذا الشق، سواء كان إجراء استباقيا بأن ننأى عن عصام على سبيل المثال أو إجراء لاحق بعد ضبط عصام؟ الواقع يعني احنا في عندنا تشريعات وتشريعاتنا واضحة ونطبق التشريعات، وفي عندنا إرادة من الحكومة انه ما في اي شخص لا توسط ولا ما توسط سواء بالتهرب غير التهرب. العمل يتم وفق التشريعات والقوانين، وهي ضرائب لابد من تحصيلها لانه ما في مجال الان تروح وتقول انا حتى اعوض هذا النقص اللي المتهربين من دفعه اروح افرض ضرائب على مواطنين ملتزمين. الأستاذ عصام بعد أمرك
بس عنده تساؤل. تفضل يا سيدي. صباح الخير استاذ. صباح الخير. استاذ حسام جهودكم مباركة بهذا الموضوع طبعا، بس انا اذا سمحت يعني هل هناك تصور لدى الضريبي عن حجم التهرب الضريبي؟ يعني بعض الدراسات تتكلم عن 600 مليون 500 مليون، بعضها عن مليار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا عجبني المصطلح اللي تحدثت فيه إنه في هناك تهرب ضريبي وتجنب ضريبي، يعني هذا على أساس إنه تعامل مع الشركات أو المؤسسات أو القطاعات إنه في جانبين، يعني مش الكل متهرب. نعم. النقطة الأخرى إنه في ظل تأخر نظام الفوترة، يعني كيف ممكن إنه بالميدان الآن يتم التعامل؟ لأنه هذا في النهاية البلد في أزمة اقتصادية، لتحصيل الحقوق بالاستطلاع بالجولات للجان مكافحة التهرب الضريبي، يعني في ظل تأخر نظام الفوترة أو طرح عطائه، ما هي البدائل لضمن حقوق الخزينة؟ شكرا جزيلا. معك يا سيدي. ويعطيك العافية. الواقع أسئلتك كثير مهمة. ليس تصورا، إحنا الواقع أن دراسات حول التهرب الضريبي وكيفية معالجته، والواقع بجوز أنا إلي دراسة وأنا في وزارة المالية، وأيضا دراسة في الدائرة قمت مع زملائي بإعدادها حول التهرب الضريبي. وهون لازم أوضح نقطة، موضوع رقم محدد تقول هذا رقم فعلي للتهرب الضريبي، يعني هذا كلام غير دقيق، لأن التهرب الضريبي تهرب في نشاط، وبيعتمد في الدراسات على الفرضيات اللي بتم تحديدها. فأنت بتحدد فرضيات تبني دراستك عليها، بناء على هذه الفرضيات تصل لرقم. صحيح في فرضيات دراسة بتقول 650 حسب الفرضيات، احنا يعني في أكثر من دراسة تصل لأكثر رقم. المهم أنا اللي حاب أوضحه، مش المهم قديش الرقم 600 ولا 700 ولا 800، المهم أن التهرب الضريبي سواء كان 600 مليون أو 700 مليون يجب أن يتم معالجته وتحصيل حقوق الخزينة. يعني مش همنا الرقم 600 ولا 700، همنا أنه في مشكلة ولازم يتم معالجتها. هذا لازم يكون واضح. كقيمة، قيمة التهرب يتم تقديرها وفقا للفرضيات اللي بتم بناء عليها اعداد الدراسات. عشان هيك زي ما ذكرت في اكثر من دراسه، كل دراسه بتطلع برقم، لانه كل دراسه الفرضيات اللي بتبني عليها هاي الدراسه بتكون مختلفه عن الاخرى. فيما يتعلق الواقع بنظام الفوتره، احنا لا ننتظر من نظام الفوتره لحين استكمال القانون اوجب التطبيق. والنظام الفوتره نص على استخدام الثلاث أشكال من الفواتير، سواء الفاتورة التقليدية أو الفاتورة لعصوب أو استخدام البرامج والتقنيات. الآن هذا يعني أنا لحين استكمال طرح عطاء، اللي هو زي ما ذكرت أن الحكومة الآن طرحت عطاء نظام الفوترة الوطني، هذا بيعني المكلفين يجب أن يتقيد بإصدار فاتورة. لا يعني إعداد نظام فوترة وطني ممكناً أنه ما يصدر فاتورة لحين صدر النظام. قانون ضريبة الدخل ونظام تنظيم شؤون الفوترة والتعليمات اللي صادرة بموجب حددت إجراءات، ولكن أجازت للمكلف استخدام الثلاث، أي من الثلاث أشكال. حالياً في عندنا فاتورة تقليدية والنظام لا يمنع، وفي فاتورة ضمن نظام حاسوب، وفي فاتورة ضمن برنامج مكنسي. ما عندنا مشكلة باستخدام أي نوع، إحنا اللي نتحدث عنه نظام فوترة وطني راح يمكن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الربط كل المنشآت الاقتصادية على نظام واحد للفواتير. سيدي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على جهدك وخروجك معنا للتوضيح، والله يعطيك ألف عافية. ومن خلالك حقيقة لهذا الكادر اللي لا يقل أهمية عن أي كادر نعتز فيه حقيقة، بما أنه إحنا على سبيل المثال جيشنا الأبيض يتابع ويعنى بوضعنا الصحي، أيضا
الكادر اللي يعمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن قوانين فيها من العدالة، فيها من تحقيق المساواة، فيها من منع نزيف لأي شريان يمد مقدرات وطننا وخصوصا خزينته. هذول الناس أيضا جهدهم له كل التقدير والاحترام، فمن خلالك رسالة شكر إلى جميع العاملين ومباركة حقيقة على نهضة جديدة نشهدها بمديريات جديدة، هيكلة جديدة، وهذا كله يعني يسر خاطر مواطننا، وخصوصا لما احنا منطبق قانون بالسواسية على الجميع، نعتمد على نظام يحقق العدالة للجميع. فشكرا لكم يا سيدي جميعا بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ولك شكر خاص عطوفة السيد حسام أبو علي، كل تحياتنا واحترامنا يا سيدي. شكرا لكم وهذا واجبنا. الله يعطيكم ألف عافية. نشكر دوركم الإعلامي في إيصال الرسائل بما فيها اللي بتساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. شكرا لك يا سيدي، تحياتي.